الدكتورة جميلة نصر، أستاذ أمراض القلب، رئيس شعبة طب القلب الوقائي للجمعية المصرية لأمراض القلب، ممثل القارة الأفريقية في الجمعية العالمية لطب القلب الوقائي، وعضو لجنة الصحة المجلس القومي للمرأة. إحنا النهاردة حقيقة بنتكلم على مفهوم الوقاية. نخلي بالنا إن الحقيقة سبب الوفيات في مصر أكتره من الأمراض المزمنة، ولما بنتكلم عن الأمراض المزمنة هي أكتر من 80% من المصريين بيموتوا بسبب الأمراض المزمنة. فده كلام مهم جدا لازم نحطه في الاعتبار، ويمكن من أهم أمراض المزمنة هي أمراض القلب، مع الأورام، مع ارتفاع ضغط الدم، مع السد الهوائية والسكر وغيره وغيره من الأمراض الشديدة الأهمية. لما نشوف على مفهوم الصحة في منظمة الصحة العالمية، إحنا بنتكلم على الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية ثم العلاج. إذن الصحة هي الوقاية، والوقاية إن إحنا نقدر نتجنب إن يجرى لنا أمراض القلب، وهي السبب الأول للوفاة. يمكن السبب الأول للوفاة 46% من الوفيات بترجع إلى الإصابة بأمراض القلب. مصر النهاردة رقم 23 على العالم في أمراض القلب. مصر النهاردة الرقم اللي موجود 5 أضعاف الرقم العالمي، وده كلام في منتهى الأهمية لازم إحنا نحطه في الاعتبار. فإحنا بنتكلم على مفهوم الوقاية. طيب كمان مصر ليها أرقام أخرى. إحنا قلنا 23 على العالم في أمراض القلب، 7 أو 6 على العالم في السكر. إحنا خلال 2050 ممكن يكون عندنا 50 مليون مريض مصري عنده سكر. ده كلام لازم نحطه في الاعتبار، نخلي بالنا هل ممكن نعمل وقاية. طبعا ممكن نعمل وقاية، بل العالم كمان بيتحدث مش عن الوقاية، ان احنا ممكن نعمل تراجع عن امراض السكر اذا مشيت على اللايف ستايل او تغيير نمط الحياة. طبعا كلمة تغيير نمط الحياة ما اصبحتش اسمها تغيير نمط الحياة او العوامل، بقت اسمها طب تغيير نمط الحياة. طب تغيير نمط الحياة معناها انه جزء اهم للعلاج. طبعا هل انا اقدر اعمل وقايه؟ اقدر اعمل وقايه بنسبه 80%، او ان انا لو يجي لي المرض عن طريق ان انا يعني استخدم الوسائل اللي تخليني ان انا يعني اعمل وقايه من الامراض المختلفه. يمكن الجمعيه الاوروبيه لامراض القلب حطت معادله احنا بنحبها وبنقولها في كل وقت، 0-3-5-140-5-3-0. هنرجع بالراحة كاني نقولها المعادلة دي، تحل حاجات كتير جدا في حياتنا اليومية. صفر ما دخنش، واحنا عارفين ان انت في مصر عندنا 500 مصري كل يوم بيموتوا بسبب التدخين. عندنا ده بيكلف الدولة 3 مليار جنيه. إذن والتدخين ليس معروف، ان السيجارة طبقا لبعض الابحاث بتأثر من عمر الانسان ربع ساعة، واعمار بيد الله زي ما احنا بنقول. الانسان اللي عنده بيدخن وعنده سمنة طبقا لدراسة اسمها الفرامينج هام بتأثر من عمر الإنسان 14 سنة. إذن ده أرقام شديدة الأهمية. أنا عايزة أقول حاجة، السيجارة الإلكترونية خطيرة جدا لأن احنا ما نعرفش مصادرها، الشيشة خطيرة جدا. عايزين نقول كمان إن السيجارة العادية، كل ده لا للسيجارة العادية، لا للسيجارة الإلكترونية، لا لتدخين الشيشة. وده ينطبق على المرأة. المرأة مهمة جدا لأن المرأة هي الأسرة، المرأة هي الصحة. نخلي بالنا إن المرأة جانب مهم جدا 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 لا يمكن إغفاله للوقاية، لأن هي الأسرة وهي صحة الأسرة وهي صحة المجتمع معنيين بها جدا. مضاعفات الكلام ده كله بيكون أكثر خطورة في المرأة، فلازم نحطه في الاعتبار. احنا قلنا 0 للتدخين، 3 أمشي 3 كيلو يوميا، 30 دقيقة 4 أيام في الأسبوع. عايزين نقول أرخص وسيلة للوقاية من الأمراض المزمنة وأهم وسيلة للوقاية هي ممارسة الرياضة. ممارسة الرياضة احنا بنقول بس المشي، فاحنا بنقول مشي 3 كيلو يوميا 4 أيام في الأسبوع مهم جدا جدا. معادلة لطيفة جدا لأنها بتعمل وقاية لعشرين مرض مزمن. 20 مرض مزمن ده رقم كبير جدا بيكلف الدولة. احنا حسبناها قد يكون عدم ممارسة الرياضة بتكلف 20 مليار جنيه للدولة. ف
فاحنا بنقول نعم للرياضه. 5 اخد 5 قطع سلطه وفاكهه يوميا الوان مختلفه فيها كميه من المواد ضد الاكسده بشده ومهمه لازم نحطها في الاعتبار، لان الحقيقه دي بتعمل برضو وقايه. النظام الغذائي حدث ولا حرج، عايزين نرجع للطبيعه، عايزين ناكل فاكهه اكتر، نشرب ميه اكتر، ناكل سلطه اكتر، نمتنع عن السمين الخطرين، السكر الكتير والملح الكتير، وده بيبقى ليه اشد. ناكل اكل بسيط في الوان اكتر، في ان هو مفوش، بلاش نبتعد تماما على الوجبات السريعه. انا عايزه اقول للام المصريه خلي بالك في نقطه مهمه قوي، ان انت الساندوتش الصغير بتاع الوجبه اللي هي السريعه للطفل بتكلف حوالي 400 سعره حراريه، 220 سعره حراريه، لما الطفل بديله الاكبر والساندوتش الاكبر ده بيديها بيبقى حوالي 600 سعره حراري، ده معناه الفرق في السعرات الحراريه حوالي 400 سعره حراري. ده معناه ايه؟ معناه ان الطفل محتاج يمشي 2:20 دقيقه. ارجوكي الام المصريه اكلي ابنك صح. طبعا الضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم مهم قوي واحنا بنهتم بيه لان هو القاتل الصامت زي ما احنا عارفين، دهون الدم كذلك، وفي الاخر لا للسمنه ولا للسكر. تمنياتنا للشعب المصري بحياه كلها صحه، استثمر في صحتك، لان الصحه الحقيقه زي ما بنقول الصحه هي تاج على رؤوس الاصحاء. احنا لما بنستثمر في الانسان وفي صحته احنا بنستثمر في امن الوطن القومي والصحي. شكرا جزيلا.